رايكم محدوديكم في ميجا سيتو، بعدين شفنا كيفاش ناجوتيو في ان تابل او لا موديفيو فيها او لا نسيبليم واحد لا تابل. دابا غادي نشوفوا واحد نونسيون ديال الكلي بريمير و الكلي اترونجير. بالنسبه للكلي بريمير عنده دو تيب، التيب الاول هو اللي كنا شفنا هنايا وهو اللي كنستعملو فاش كيكون الشون واحد هو الكلي بريمير. التيب الثاني هو فاش كيكون عندنا دو شون ولا كتر كلي بريمير كما غادي نشوفوا دابا. مثلا هنا بغينا يكون عندنا الاي دي و السي ان بجوج كلي بريمير، الوغ اش كندير؟ اول حاجه غنديروها غنحيدو بريمير كي من هنايا وغادي ندير غنديرو هنا الباقي. غنجيو هنايا غنديرو بريمير كي وغادي نعطيو هادوك لي شون لي بغيناهم يكونو كلي بريمير اي دي باقي سي ان وغادي نسيليكسيوني غندير اكزيكيتي كما كنلاحظو كومونتوسي غنمشيو للتيست نديرو اكتياليزي غنمشيو للطابل غنمشيو للفورماتور غنمشيو للكولون كما كنلاحظو هنايا هو عطاني الاي دي و سي ان بجوج كلي بخيمار. كما شفنا دابا باش نصاوبو دو شون عبارة عن كلي بخيمار ميمكنش ليا نمشي نديرها نيشان هنايا في لاكولون، خاصني تا لاخر عاد ندير بريميري كي ونجمع فيها كاع هادوك لي شون لي بغيتهم يكونو كلي بخيمار. دابا بالنسبة لكلي اترونجيغ، فاش كناخد واحد الكلي بخيمار من ان طابل وكنديه لطابل واحد اخرى كيولي عندنا اوتوماتيكمون كلي اترونجيغ كما قلنا في موريز اللي عقلتو. غنكريو واحد لا طابل اخرى غنسميوها فورماتور دو غنحيدو هاد بريميري كي اللي عندنا هنايا باش نديكلا لواحد كلي اترونجيغ. عندنا دو تيب دي ديكلاراسيون، بخومي تيب لي هو باغ كولون كنديرو فورين كي ريفيرنس يعني ريفيرنس منين بغيت نجيبو فورماتور و لو شون اي دي. بالنسبة لا دوزيام تيب كنجيو لا فان ديال الطابل لي كنكريو كنديرو فورين كي اي دي ريفيرنس وانا نعطيو لا ريفيرنس اللي نجيبو فورماتور اي دي. حتى هنا نكون وصلنا للنهاية ديال لا فيديو، نتمنى تكونوا فهمتوا الفرق بين كلي بخيمير و كلي ترونجير. ما تنساوش تزورونا على الموقع ميغاشيتو.com وتابوناو معنا في باج فيسبوك ميغاشيتو او على شان يوتيوب ميغاشيتو. والسلام عليكم.